حصل صراع هيبقى يعني تأثيره على منطقة الشرق الأوسط تأثير كبير قوي. والقدرات اللي موجودة مع الولايات المتحدة والدول اللي ممكن تكون هتقوم بتطوير العمل وصولا للعمل العسكري يعني لا قدرات هائلة. وده التحسب مش بس على قد سعر البترول، لا هو تحسب ان المنطقة تدخل في صراع ضخم جدا جدا يكون ليه تداعيات كبيرة جدا عليها خلال المرحلة اللي احنا موجودين فيها والسنين القادمة. احنا في منطقتنا هنا نسعى لإيجاد يعني حلول بعيدا عن العمل العسكري، واحنا لابد برضو نسجل موقفنا هنا كمصر. احنا بنقول دايما ان احنا عايزين ايجاد حلول ولكن مع الحفاظ على ثوابت الامن القومي العربي والامن القومي لدول الخليج.